السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: قمع ميليشيات الصدر للمتظاهرين السلميين في ثورة تشرين. منذ توافق الأحزاب واختيارهم محمد توفيق علوي لتسلم منصب رئاسة الوزراء بعد اتفاق العامري والصدر على ترشيحه، انطلقت ميليشيا سرايا السلام القبعات الزرق التابعين لمقتدى الصدر لقمع المظاهرات واستهداف المتظاهرين بمختلف الأسلحة لهدف الدعم والإبقاء على مرشح الصدر الأول محمد علاوي الذي سيحفظ لمقتدى وتياره السياسي والعسكري كل الامتيازات والمنافع التي شعر بخطر فقدانها منذ انطلاق ثورة تشرين كما يرى مراقبون. عدد كبير من الضحايا بين شهيد وجريح سقطوا على يد ميليشيا القبعات الزرق في مختلف المحافظات العراقية، وجديدها مجزرة في النجف وحرق لخيم المعتصمين دفعت الأمم المتحدة إلى التنديد بهذه الجريمة وبشاعتها. نطرح هنا عدة تساؤلات مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة: ألم يقدم مقتدى الصدر نفسه كراعي للسلام والإصلاح في الماضي، فلماذا يستخدم ميليشياته الآن لقمع المظاهرات؟ القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي يقول إن ما يظهر من مشاهد عن قمع ميليشيا القبعات الزرق للمتظاهرين هي أفلام هوليوودية مفبركة، فهل هي فعلا كذلك؟ لماذا تستمر المرجعية في النجف بالوقوف موقف المتفرج على المجازر التي ترتكب، وآخرها مجزرة النجف التي ارتكبتها ميليشيات الصدر والتي كانت قريبة من مقر المرجعية؟ وكذلك أين الحكومة وأين أجهزتها الأمنية في الدفاع عن العراقيين من بطش الميليشيات؟ وهل بقي في العراق شيء اسمه حكومة وقانون؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها إن شاء الله في هذه الحلقة، ولكن بداية نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. رامي حي الآن شوف جماعة مقتدى، دولة جماعة مقتدى يرمون على طرق حي. قبل جايكم بالمطة هسه بالدوسية وعلى الفحل. في العباس نكسرهم، طالع لهم ان شاء الله طالع لهم. هاي جماعة مقتدى هسه القبعات الزرق ضربوا الناس واعتدوا على الناس، اجوا هم وتوافيهم اعتدوا علينا. شلون اي واحد يجي اذا مو من الساحات، واذا ما الشعب كله موافق عليه؟ لو نعرف مو 600 شهيد طعنا، لو نعرف 60,000 شهيد نطعنا. تم طرد اصحاب القبعات الزرقاء في محافظه دربي من قبل المتظاهرين السلميين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا في الوقت الذي نتحدث فيه الآن هناك مجازر ترتكب الآن، وهناك انتهاكات وقمع مستمر في محافظة كربلاء، هناك عدد من الضحايا يسقط أيضا جراء قمع ميليشيات القبعات الزرق التابعة لمقتدى الصدر وباقي الميليشيات طبعا بالتواطؤ مع القوات الحكومية. لدينا الآن بعض المشاهد لحضراتكم طبعا لهجوم القبعات الزرق التابعة لميليشيا سرايا السلام المتظاهرين على المتظاهرين السلميين في ساحة الاعتصام بمحافظة كربلاء بالرصاص وبالأسلحة البيضاء، فلنشاهد. بلشوا ساحة الاعتصام بايض طاق نارات، هذولاك القوات الأمنية لا حركة ولا شيء. هاي ليش يشمر على هاي الجيش؟ هاي القوات الأمنية ما تتدخل. الآن في كربلاء ستة واحد
كما شاهدتم مشاهدينا الكرام واستمعتم إلى حديث صاحب المقطع والذي يقول بأن القوات الأمنية تقف متفرجة على الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا مقتدى الصدر في محافظة كربلاء، ليست المرة الأولى التي تقف فيها القوات الحكومية موقف المتفرج على المجازر والانتهاكات التي ترتكب ضد العراقيين من قبل ميليشيات تصول وتجول في العراق، بل بالعكس شاركت هذه الميليشيات في كثير من الانتهاكات التي قامت بها، والناصرية شاهد ومثال حي على انتهاكات القوات الحكومية، بغداد كذلك وغيرها من المحافظات العراقية التي شهدت انتهاكات حكومية وميليشياوية. طبعا هذا الموضوع لا يمنع ولا يثني العراقيين عن مواصلة تظاهراتهم واحتجاجاتهم وإصرارهم على المضي بهذه الثورة حتى إسقاط النظام وحتى إزاحة وإزالة كل هذه الميليشيات وكل هذه الأحزاب الفاسدة كما يراها العراقيون من أرضهم. المتظاهرون في النجف استعادوا السيطرة على ساحات الاعتصام بعد المجزرة التي ارتكبتها عناصر القبعة الزرق وميليشيا السرايا التابعة لمقتدى الصدر، فلنشاهد. إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام بهذه الطريقة يعود المتظاهرون السلميون العراقيون إلى مواقعهم. نعم هناك كر وفر يحدث في ساحات الاعتصام بسبب وجود سلاح تستخدمه الميليشيات وتستخدمه القوات الحكومية، لكن هذا لا يمنع ولا يقف أمام إصرار المتظاهرين السلميين وعزيمتهم التي دائما ما تكون هي الدافع لاستمرار طبعا بهذه الثورة والدافع للبقاء على الأرض والتمسك بهذه الأرض لإثبات الفكرة ولإيصالها ولإيصال الرسالة إلى الجميع أن العراقيين خرجوا من أجل الوطن ويريدون وطنا مهما كان الثمن. وهذه أمثلة حية طبعا كما نشاهد من محافظة النجف التي شهدت هذا البطش ليلة أمس، ومع هذا هم مستمرون في البقاء في الساحات. من معنا الآن؟ طيب، حملت اللجنة المنظمة طبعا لتظاهرات ثورة تشرين، حملت مقتدى الصدر وميليشيات مقتدى الصدر القبعات الزرق وسرايا السلام مسؤولية المجزرة الوحشية في النجف وكل الاعتداءات على المتظاهرين. قالت لجنة التظاهرات إن النجف تشهد تصعيدا خطيرا بعد اقتحام وحرق ميليشيات القبعات الزرق التابعة لمقتدى الصدر لخيام المعتصمين، ودعت للخروج في تظاهرات حاشدة ضد القتلة المجرمين. وأوضحت اللجنة أن حكومة المنطقة الخضراء تتحمل مسؤولية التصعيد الخطير الهادف إلى عسكرة التظاهرات لصالح إيران، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل الجاد والفعال لإيقاف هذه المجازر. طبعا الأمم المتحدة أيضا خرجت ببيان أدانت فيه مجزرة التي شهدتها محافظة النجف. بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي أدانت المجزرة التي شهدتها ساحة الاعتصام في النجف وأدت لسقوط عدد كبير من الضحايا بين شهيد وجريح. وطبعا في سياق أبدت لجنة الصليب الأحمر في العراق على لسان رئيسة اللجنة كاتارينا ريدز قلقها من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في محافظة النجف. سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوت كذلك وصف الترهيب والعنف ضد المتظاهرين بالأمر غير المقبول. وسفير بريطانيا في العراق عبر عن صدمته إزاء ما تعرض له المتظاهرون في النجف. يقول حاكم الزاملي أحد القياديين في التيار الصدري التابعين لمقتدى الصدر، يقول هذه تمثيليات أمريكية مشاهد هوليوودية قام بها هؤلاء الذين يتواجدون في الساحات، يصف المتظاهرين ويقول بأنهم خططوا لهذا الموضوع ودبروا بأن يبينوا أن القبعات الزرق هم الذين اعتدوا. يتساءل أين الشهداء؟ لماذا لا نرى شهداء؟ وكأن المقاطع، عشرات المقاطع، مئات المقاطع، بل آلاف المقاطع منذ انطلاق الثورة وحتى هذه اللحظة ليست كافية لحاكم الزاملي أو غير حاكم الزاملي لكي يقتنعوا أو يصدقوا أن هناك شهداء سقطوا في هذه التظاهرات، رغم اعتراف الحكومة أن عدد الشهداء تجاوز 600 شهيد. هذا باعتراف الأرقام الحكومية طبعاً،
لكن مع هذا حاكم الزاملي القيادي في التيار الصدري يقول بأن القبعات الزرق لم يحملوا أي سلاح، لا عصي ولا هراوات ولا سكاكين ولا أي شيء، خرجوا بشكل سلمي كما وصفه مقتدى الصدر في تغريدته، يقول يحملون الورود. هل فعلا هذه العناصر وهذه الميليشيات خرجت ضد العراقيين تحمل الورود؟ لماذا إذن نرى هذا التنديد من الأمم المتحدة؟ لماذا نرى هذه الانتهاكات؟ لماذا نرى هذه المقاطع؟ عناصر ترتدي القبعات الزرق تعد أبو هاشم مقتدى الصدر بأنها ستنفذ كل ما يأمر به، وهناك عناصر جاهزة للقمع والاغتيالات، هذه مقاطع خرجت فيها عناصر القبعات الزرق. ما دلالة هذا الموضوع؟ يعني هذه العناصر على من تحاول أن تضحك؟ أو حاكم الزاملي أو غيره على من يحاول أن يضحكوا أو يوهموا من بالتحديد؟ العراقيون الآن جميعا يعلمون من هو العدو ومن هو الصديق، فمن يحاولون أو على من يحاولوا أن يضحكوا الآن؟ معنا الآن السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضلي. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى كل العراق الشريف، والجمعة مباركة يا ربي يا ربي، النصر للمتظاهرين والناس الطيبين يا رب. أستاذ، يعني الحالة اللي بيعيشها العراق ترى هي مو بس هذا العراق الواسع بشعبه وبأرضه، يعني وبيسيره مقتدى، يعني غير لازم أكو من مع مقتدى ضد الشعب العراقي. عندنا إيران، عندنا أمريكا، عندنا الدول الأوروبية، هم كلهم يريدون أهو أضعاف العراق بالدرجة الأولى والوطن العربي. فهاي المظاهرات اللي يقومون بها في عملية القنص وعملية الاغتيالات وعملية الضرب كلها ترى من إيران، لأنه مقتدى الصدر ويا نور المالكي صاروا ثلاثة جد، يعني من 2003 إلى الآن هم سووا لهم جيش قوي من الحشد ومن سرايا السلام والنجباء والباقي جماعة العامري وجماعة الخزعلي واللي راحوا النبشة والسليماني والمهندس، كلهم هذول سووا خلوا خزينة العراق كلها تحت تصرف الحشد، من أجل أنه هم قالوا بالمسؤولين قالوا لا تتصورون أنه يصير عندنا انقلاب على الحكومة مالتنا. فهذا يعني دلالة على أنه أمريكا أصلا بالعكس، هي أمريكا هي رادتها وهي اللي سوتها. هسه على أثر هذا عندما ضربوا السفارة الأمريكية وضربوا المنطقة الخضراء، أمريكا راح تجيب أعداد كبيرة من الأمريكان وتدخلهم بالمنطقة الخضراء، راح تسوي لهم قبة مانعة لضرب المنطقة الخضراء. معناه أنه يعني أستاذ لا تقول فلان عبر عن قلقة الأجنبي، هم يريدون قتلنا، قتل أبنائنا، قتل شعبنا. يعني الانتفاضة اللي صارت بالمحافظات السنية وقمعوها على أثر داعش، هسه شنو جملهم؟ جملهم القبعات الزرقاء. طيب أم عبد الله، أم عبد الله، أنا أريد أقرأ لك رسالة من سيدة تدعى أم وطن، أرسلت رسالة على الواتساب، أريد من حضرتك تردين علي هذا الكلام بقناعتك الشخصية. طبعا تقول أخي اللي دا نشوفه بعيننا مقتدى الصدر أو السيد مقتدى، وفق رسالتها السيد مقتدى ما له علاقة بكل اللي دا يصير. سيد مقتدى اعترف وقال جماعتي شايلين ورود، صح الكلام. أما بالنسبة للقبعات الزرق فأي أحد يقدر يلبس قبعات ويعترف ويقول أنا من جماعة السيد مقتدى. أنتوا العراقيين صدق مصدقين أنه السيد مقتدى يسوي هيج؟ ولكم جاي يزرعون فتنة مثل ما سووا ويا قاسم سليماني لما يكتبون ويكتبون قائدنا، نفس الشيء جاي يسوون ويا السيد. يعني هل فعلا أم عبد الله مقتدى الصدر ما له علاقة بهذا الكلام، واللي دا يصير هي محاولة لضرب مقتدى الصدر والإيقاع به؟ أستاذ، هي العملية السياسية من بدايتها إلىها كلهم حرامية، وخاصة مقتدى أصلا واحد خبيث. يعني بدون تجاوزات أم عبد الله على الشخص، احنا ما لنا علاقه بالشخص والتجاوزات عليه، احكي لي على سياساته. اسمح لي استاذ، لانه مقتدى الصدر خلي يعرفون العراقيين، وهاي صحبه الرساله انه من دخلوا للبرلمان وقشمروا على الشعب العراقي، هاي دلاله اكبر دلاله على انه هو
لصالح الحكومة ولصالح الأمريكان. فكيف ترسلين رسالة وتقول إنه يعني إلى متى إحنا ترى يعني مع الاحتضان للشرفاء من العراقيين؟ ترى إحنا عندنا كل الذيول هواية، ذيول هواية هي اللي تتعمم على الشعب العراقي وتأثر على المتظاهرين وعلى كل شيء شريف للشعب العراقي. طيب. فلهذا أنت لا تصورون مقتضى الصدر، يعني إذا هو كان شريف ليش ما نزل للساحة؟ ليش ما من أول يوم إنه صار اعتداء على المتظاهرين ومات أول شهيد المفروض ينزل للساحة ويا شعبه؟ يعني ما شفنا من عنده كل خير، ما شفنا من عنده كل خير. هذه الأحزاب هي اللي رادتها، عندنا النجباء وعندنا ما أدري منه الخرسامي وما أدري إيش، هذول كلهم أصل متعطشين لدماء العراقيين. لازم يقول لك إحنا نزلناها فما نريد نهدى، يعني هاي يعني فشيء يعني قوة لهم. فلهذا يعني أتصور إنه كل الشعب العراقي عرف منه مقتدى ومنه هم الحكومة السياسية. و شكرا يا أم عبد الله، شكرا لك، كنت معنا من بغداد. طبعا مشاهدينا الكرام نسأل، إذا كان هذا الذي يحدث الآن هي محاولات كما تقول السيدة أم وطن، إذا كانت هذه محاولات لضرب مقتدى الصدر، من الذي يريد أن يشوه صورة مقتدى الصدر؟ يعني مقتدى الصدر في ساحات التظاهر مرفوض، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بمقتدى الصدر وتدخلاته وقمعه للمتظاهرين وبالعنف الذي تقوم به ميليشياته، وكذلك رفعوا شعارات وهتافات رفضت هادي العامري ورفضت مقتدى الصدر بأن يتواجدوا في الساحات، وقالوا لا يوجد أحد يمثلنا. شنو مصلحتهم أن يطلعون مجموعة أي شخص؟ شنو مصلحته أن يقعد يضرب مقتدى الصدر إذا كان هذا الشخص أصلا غير مرغوب بالشارع؟ يعني لو هو مثلا قائد أو ممثل لهذه المظاهرات على سبيل المثال، كان ممكن نعم كان هناك ربما جهة تحاول تسقط به، لكن هو أصلا ليس ممثل لهذه المظاهرات بل رفض من أول يوم في هذه المظاهرات، فمصلحة منه أصلا أن ينضرب مقتدى الصدر أو غير مقتدى الصدر؟ الشعب رفض كل هذه الوجوه، يعني هذا الموضوع منذ انطلاق الثورة والعراقيون رفضوا كل الأحزاب وكل التيارات السياسية والدينية والعسكرية المشاركة في العملية السياسية مرفوضة من قبل الشعب. يعني الموضوع واضح، يعني لا يحتاج انه تطلع جهة تسقط بمقتدى الصدر او تضربه باي شكل من الاشكال. وبعدين المقاطع الموجودة، يعني بصراحة موضوع انه نقعد نتكلم او نمشي على كلام حاكم الزاملي او مثلا على كلام السيدة ام وطن انه هاي فبركة وهاي اشخاص يحاولون يطعنون بجماعة القبعات الزرق وكذا، يعني اعتقد العاقل يشاهد ويعرف حقيقة الامور والاشياء، والناس هي أكبر دليل، الناس والشاهد العيان وشهود العيان في الشارع هم أكبر دليل على من الشخص أو من هي الجهة التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين. طيب معنا الآن السيد أبو علي من واسط، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لجمهور الرافدين. حياك الله. مساء الخير للعراق والعراقيين. أهلا. اللي اليوم يعني يتقدم المشهد يجب أن يتحمل المسؤولية. القبعات الزرق ما يعني احنا خلينا نقولها صراحة، القبعات الزرق هم امتداد لسرايا السلام وامتداد للجيش المهني، خلينا نكون صريحين به. من جامل؟ نعم. ليش نزلوا؟ يا اللي أمرهم السيد مقتدى. شنو أول أوامر؟ والله يفتحوا المدارس خلنا الناس تداوم. أنت شنو موقعك من الإعراب؟ شنو هم أساس القبعات الزرق؟ هل هم منظمة مدنية؟ هل هم ينتمون للشرطة؟ ينتمون للجيش؟ للحشد الحكومي؟ لمن ينتمون؟ وشنو صفتك أنت تنزل ناس؟ أكو حكومة موجودة إذا أنت تعترف بالحكومة اللي أنت جزء منها. يعني ليش ينزلون؟ زي من يقولون هذه فبركة ويردون يضربون السيد وهذه مؤامرة. خلاص خلي يطلع هو، مو هلي غدد هو 24 ساعة يغدد هو والحساب الثاني له اللي يسميه محمد صالح العراقي. خلي يكتب القبعات الزرق رجعوا ما لكم شغل بالمتظاهرين، وخلي الحكومه هي تحل الازمه. ليش؟ بس هي الحقيقه استاذ عمر، هذه انا قلتها يعني قلتها قبل في برنامجكم او برنامج اخر لكن على قناه الرافدين، انه الصفقه الامريكيه الايرانيه سليماني مقابل استمرار العراق في حضن ايران، منو اللي يتقدم للمشهد؟ تقدم للمشهد مقتدى الصدر. أنه هو يتكفل بالمتظاهرين، هو اللي يرجعهم. بعد شلون يرجعهم؟ هاي ظلت يمه.
مقابل انه ياخذ مكاسب سياسيه من محمد توفيق علاوي. نعم. اللي اساسا هو اللي فرضه حتى على الكتل السياسيه وحتى على الشعب العراقي. نعم. هل سيصير او ما يصير هذا بعد لحد الان احنا لا شكل حكومه ولا راح للبرلمان. يتقاسمون السلطه وكل واحد يريد حصتي، هذه بيناتهم الظلم. لكن هم اللي يقولون هذه مؤامره، اسحب جماعتك. اما انت اللي تتكفل بقمع المتظاهرين وارجاعهم لمنازلهم، هذا شيء ثاني. المتظاهرين ما طلعوا المتظاهرين حتى يغيرون بس عادل عبد المهدي. ما طلعوا حتى يغيرون الوزراء. ما طلعوا يردون تبليط شارع لو بناء مدرسه، لا. المتظاهرين طلعوا يردون وطن، هذا اول. ثانيا تغيير النظام السياسي بالعراق. النظام السياسي مو يغيرون انه الحكم ما يصير برلماني، لا. يريد الطبقه السياسيه الموجوده، القوانين اللي فرضوها على العراقيين، هذه كلها تتغير. حتى قانون الانتخابات اللي هم قرروه مستحيل يمشي، لان تحدثوا باخطاء هواي. زين الحكومه الجايه اذا هم صدق يعني سياسيين، بس انا اقول هم مو سياسيين، هم يمتهنون السياسه. طيب. الحكومه الجايه شنو هي؟ انتقاليه؟ الدستور ما عندنا حكومه انتقاليه بالدستور. يعني حكومه تكمل حكومه عادل عبد المهدي لو هي حجه مش من اختارها؟ من اختار هاي الحكومه؟ من اختار محمد توفيق علاوي؟ هو مقتدى الصدر اللي اختاره وفرض عليه. لا ليش يقول بتغريداته انه هذا باختيار الشعب وجاء برضا الشعب والناس موافقه عليه؟ ليش قال هذا الكلام؟ طيب ما هي دلائل او ملامح اختيار الشعب لمحمد توفيق علاوي؟ شنو اللي صار على الارض بالمظاهرات او في ساحات التظاهر في اي مكان اثبتت انه الشعب فعلا هو اللي اختار محمد توفيق علاوي؟ استاذ محمد، الكذب ببلاش مو بفلوس. ومقتدى الصدر مشهور بالكذب والتدليس والمراوغه. يعني هو من قال اختار الشعب؟ طيب بس نقطتين، الشعب قالها، قال ما يريد فاسد. وهو عليه احكام وعليه طبعا هو محكوم بش اسمه محكوم غيابيا بالسجن. وكان لانه كان وزير اتصالات. وعده جنسيتين. والسيد السيستاني قال المجرب لا يجرب، هم عم عادوها. هذا خلل بالشروط. اذا شلون الشعب اختاره؟ اذا ما هو اللي كذب حشاك انت وحش المستمعين المشاهدين. الشعب لو كذب، لو مقتدى الصدر هو الكذاب، هو اللي قال انا كذاب، انا ما اقوله ترى ولا انت قلت. هو يصلح الرجل يقول انا عندي تغريدات تكذبها على الثانيه، فذلك هو اللي اختارها. سيد محمد، هم الناس هذه يعني اشتهروا بالكذب، هم ناس ما عندهم فكر سياسي، ما عندهم استراتيجيه موجوده على الارض. فلذلك انتم لا تلومونهم اذا قاموا يخبطون، لان الناس جابوهم يعني كانوا بيبان السفرات ترى واقفين. اذا مقتدى كان موجود هو قبر صدام غير هذا ما لنا شغله به، بس الموجودين الثاني كانوا اللي يتهمون المتظاهرين ابناء السفارات، هم كانوا بالسفارات لندن وامريكا والسعوديه والكويت، كانوا ياخذون فلوس. طيب. من السفاره ودت عليهم قال انا ما اريد. نعم ابو علي من واسطه، انا اشكرك للمشاركه، وضحت الفكره. معنا السيد بهاء من الديوانيه، تفضل يا بهاء. بهاء تفضل، حياك الله. اهلا وسهلا بهاء، تفضل. بهاء. نعم. تفضل يا بهاء. بهاء من الديوانية، هل تسمعني؟ يبدو أن السيد بهاء غير جاهز معنا. طيب مشاهدينا، نود أن نشاهد مع حضراتكم الآن بعض المقاطع. نبدأ من لقطات من هجوم في محافظة كربلاء من داخل المستشفى. أيضا نشاهد هذه المقاطع لشهداء وجرحى، فلنشاهد. أيضا لدينا مقطع لاستخدام قنابل يدوية بالهجوم على المتظاهرين في محافظة كربلاء، فلنشاهد.
بهذه الوحشية وبهذه الطريقة يستهدف المتظاهرون السلميون في ساحات التظاهر العراقية، ويخرج حاكم الزاملي لينفي وقوع شهداء ووقوع جرحى ويقول بعض الجرحى وليست على يد القبعات الزرق بل على يد جهات مجهولة. دعونا نشاهد هذا المقطع. ناقل أعداد كبيرة من 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 الضحايا، شهداء، جرحى بالمستشفيات، خيم تحرق. تمثيل، اكو ممثلين يعني كبارعين بالتمثيل والدبلجه، وهاي الافلام الهوليوديه تدري امريكا، هاي امريكا وقناه الحره، شوف ايش جت تشتغل شلون. من نجف السلحقه ويسوونهن طبعا، هم مهيئين صراحه. بس قل لي وين الشهداء؟ يلا روح المجالس العزام للشهداء، جيب لي شهداء. اكو بعضهم يجوزن جرحى بفعل ذول اللي كان يحملون سلاح، اما التيار الصدري ولا واحد من عندهم، اي متظاهر صدري ما يحمل له يعني توثيه ما يحمل. هذا كلام قيادي في التيار الصدري، يعني هذا كلام مقتدى الصدر، يعني هذا كلام كل شخص ينتمي للتيار الصدري من سياسيين ومن ميليشيات ومن زعيم هذا التيار. هكذا يتحدثون، هكذا يحاولون ان يوصلوا الرساله الى الراي العام، أن ما يحدث هي مشاهد تمثيلية، هي محاولة للتبلي من المتظاهرين أو من يروجون للشهداء والجرحى ومظلومية الناس والقمع الذي يحصل، بأن هذه فبركة. القبعات الزرق أو أي من التيار الصدري لم يقوموا باستهداف المتظاهرين، لم يعتدوا على المتظاهرين. يقول بأنه هذا كله شغل أمريكي، هاي الأفلام الهوليوودية وتمثيل وبارعين بالتمثيل وكذا، وكأنه هذه الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى أكثر من 30,000 جريح وأكثر من 600,000 شهيد، هاي كلها بالنسبة لهؤلاء هي مجرد تمثيل، تمثيليات، كما يقول عبد الكريم خلف سابقا لا يوجد شهداء. والآن حاكم الزاملي كذلك يتحدى أن يأتي أحد له بمقطع حول وجود شهداء، وكان هذه المقاطع كلها تمثيلية. طيب نشاهد الآن توثيق هجوم على الطلاب في ساحة التحرير أيضا من قبل القبعات الزرق وهذه الميليشيات، فنشاهد. معنا الآن السيد أبو علاء من بغداد، تفضل يا أبو علاء. اهلا استاذ محمد، الله يسعدك يا ابو. الله يسلمك، حياك الله، اهلا وسهلا. شلون امورك يا ابو؟ الله يبارك فيك، حياك الله. هي بالنسبه لاختيار محمد اياد علاوي، هذا اخر حصان عندهم يلعبون عليه، يراهنون عليه. فراهنوا على كل الحصان، كلها خسرت، بقى هذا الحصان الوحيد انه يتوقعون يمر مرور الكرام، وانا اعطيك اياها اللي قدام. هذا الرجل، هذا الرجل ما يمر. نعم. ما يمر الى رئاسه الوزراء، لانه شعب منتفض وشعب قال كلمته ودفع ضحايا وصار بها دم والدم تعرف انت. نعم. الثوره وجرحى والى اخره. اما محمد توفيق علاوي، هذا الرجل اختلس من العراق ما يقارب تقريبا بال 15 مليار دولار. من بعد ما اخذ وزاره الاتصالات. نعم. من سنه 2010 طاير علاوي بالغرف المظلمه. نعم. انا احكي لك انه شاهد تاريخ. نعم. شاهد تاريخ، وهذا اخذ واختلس وبعدين قدم استقاله سنتين ونص من استفاد المليارات وطلع للخارج. وعاد الكره مره ثانيه واجى غير عباء ولابس عباءه الدين. نعم. وتعرف انت هذا اجى هو اساسا هو مرشح ايراني. يعني شخص بهاي المواصفات ليش يصر عليه مقتدى الصدر وعلى بقائه؟ اخي اخي استاذ العزيز. نعم. كل هذه العباءه الموجوده في ظل هذه الترسانه السياسيه كلها مدانه. مدانه بالسرقات، مدانه بالقتل، مدانه منذ 17 عام دمروا العراق تدمير كامل. نعم. فهؤلاء كلهم يريدون انه يسلمون من المستقبل، كيف يسلمون المستقبل؟ لانه المستقبل سيطاردهم بالليل وبالنهار. نعم. صدقني هسه هم ما حد يقدر ينام، ما حد يقدر ينام مثل ما ينام الفقير. الفقير ينام ياخذ راحته، بس هم انا متاكد هم ما يقدرون ينامون، لانه هذول باقوا المليارات
وجرموا. فذولا مداندين، وإضافة أنه أصابوا أهلهم، مستقبل أهلهم سيطاردون. نعم. ولهذا أنه تفرطوا ويريدون يخلصون منها وأنا أعطيك إياها، يعني أعطيك إياها وأنا على وثوق 100%. نعم. أنه هم هؤلاء الساسة الموجودين في الخضراء جابتهم أمريكا وجعلت من أدهم حصانا. نعم. وفق الدستور حصانة الدستور، والحصانة حتى الله سبحانه وتعالى ما طالب بها. نعم. أخذوا حصانة من الأمريكان. والله العظيم لو يمتلكون 2% أمان ليطلعون اليوم قبل باكر، ولكن ما عندهم أي ضمان، أي ضمان ما عندهم إلا سوى بقائهم في الخضراء. نعم. صدقني، لأنه هذا شيء أنا يعني رجل أعرفه، رجل سياسي. وعشت الحقبة السياسية الموجودة بالعراق، فأفهم من، فهذا يريد أنه يريد أنه يسلم هو ويسلم عياد اللي باق له 60 مليار دولار، عياد علاوي. نعم. اللي باع الوزارات ب 2010، عياد علاوي كان أحد مدمري البلد، هو من فتح مشروع بيع الوزارات من 2010. عاش وزارة سيادية، والمهم ما إلى آخره، هذا أكو حديث ثاني. طيب سيد أبو علاء من بغداد، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. معنا السيد أبو مالك من أمريكا، تفضل يا أبو مالك. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم الجميع الكادر. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. أستاذ محمد، بالنسبة للقبعات الزرق، نعم، إحنا هذا مو شيء غريب علينا بالنسبة للجيش المهدي وسرايا السلام، هذا الميليشيات مع المقتدى الصدري هي العمود الفقري لكل الميليشيات الموجودة بالعراق. نعم. نسينا بال 2006 سووا بالعالم، شلون هجروا الناس. نعم. ايش قد كتلوا بالعالم؟ سووا سرايا السلام بالسامرة، بالفلوجة. نعم. بصلاح الدين. هذا رجل انتهازي ومتقلب ولا يخفى على الجميع المظاهرات اللي طلعت قبل وقت اللي دخلوا المنطقة الخضراء، هي كانت اساسا ناهية كل العملية السياسية من دخلوا المنطقة الخضراء. ورجع أوعدهم، قالوا مطلعوا، خلى الناس تروح ضحايا، قسم تجرحت وقسم تأذت وقسم ماتت. خوف المجلس النواب تذكر بي أستاذ محمد كل الخدمة. صحيح. اثنين، هذا العلاقة أني أريد شوية أو أخلي المشاهدين ينتبهون على هاي الفقرة. تفضل. اللي حاط عمامة على رأسه العلاق اللي ياخذ تكرم حذاء، هاي النائبة الكردية تذكرها وقت اللي دخلوا المنطقة الخضراء بالجنطة الدبلوماسية مالته ويوديها للسليمانية. طيب. هذا هو رجل دين؟ هذا رجل دين تقتدي به الناس؟ طيب أبو مالك. أبو مالك، سؤال سريع من حضرتك الإجابة باختصار إذا أمكن رجاء. ليش الموضوع مال إخراج القبعات الزرق، اللي ميليشيا القبعات الزرق التابعة لمقتدى الصدر، جاء بالتزامن مع إعلان محمد توفيق علاوي تكليفة من برهم صالح لرئاسة الحكومة؟ ليش هذا الموضوع جاء بالتزامن مع ترشيح محمد توفيق علاوي؟ مو هو الترشيح استاذ محمد، هو الترشيح لمحمد علاوي تم من قبل مقتدى الصدر وهذا العامل. ولا تنسى ابن مقتدى الصدر متزوج بنت لهذا محمد علاوي. نعم. يعني شلون ما يستقبلون على تنظيمه؟ طيب. شلون يقبلون انه يرفض؟ هاي واحدة. اثنين، اذا رفض وجه واحد من رحم الشعب العراقي او من المظاهرات، احتياجي راح يتحملون كلهم المسؤوليه وراح ينحالوا للمحاكم، وهذا ما يفيدهم. يستقتلون في سبيل تبقى العمليه السياسيه، هذا شيء منتهي من عند الاستاذ محمد، يعني ما اي واحد نعم ما يقدر يذكر هذا الشيء. ابو مالك من امريكا، شكرا جزيلا لك للمشاركه. نود أن نشاهد مع حضراتكم الآن مشاهدين الكرام، لدينا مقطع أيضا للمتظاهرين في ساحة التحرير وهم يتهمون ميليشيا سرايا السلام بالهجوم عليهم، فنشاهد. شوفوا هزموا طلاب، هاي القبعات الزرق بدون كيان. بدون كيان. هاي ضربة طلاب بدون كيان. بس أفتح هاي اعتداء قبعات الطلاب، هاي بدون كيان، شاشين اعتدوا على الطلاب.
ساعة التحرير المخيمين هنا يضربون إثماني ليش؟ 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 هاي انا صارك من ضربك السراي اخ لا تدافع هاي هاي الحاله هاي الحاله هنا ليش ليش ضربك ليش لا تدافع تعال شفت ام ضربوني ضربوني عشان بطل ضربوني طبعا ايضا نشاهد هذا المقطع بعد ان هتف المتظاهرون لهتف ضد هادي العامري ومقتدى الصدر كيف تم الاعتداء عليهم من قبل الميليشيات فنشاهد بس قلنا لا مقتدى ولا هادي ممنوع بالعراق تقول لا مقتدى ولا هادي ممنوع يطلق عليك الرصاص بهذه الطريقة هذه هي الديمقراطية التي أوهم بها العراقيون أو أوهم به أو أوهم بها من في السلطة الآن العراقيين بهذه الطريقة أنت عندك دستور يكفل لك حرية التعبير لكن ممنوع تعبر عن رأيك عندك دستور يكفل لك دستور حتى هم اللي وضعوه يكفل لك حق التظاهر السلمي ممنوع تظاهر هكذا يتم التعامل مع العراقيين في الداخل من مقتدى الصدر وهادي العامري وزعماء باقي الميليشيات والأحزاب السياسية والشخصيات لا ترفع علي أي هتاف لا تهتف علي أنت مرفوض أنه تهتف علي وإلا تتعرض للسحل والقتل والاعتداء بهذه الطريقة أم علي من واسطة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلونك أمه حياك الله خالة تفضلي اليوم اللي حتى الكلام ممنوع عن المتظاهر يريد يعبر عن مشاعره وعن اللي بصدره هذا أضربه بالنار نعم هذا أضربه بالرصاص أنا حر أنا عراقي يعجبني اللي أقوله ويعجبني اللي أحاكيه ويعجبني اللي أحكيه وأنا متظاهر سلمي نعم شوف أستاذ إذا ما جاي تنقلون ترى ربع 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 إيش الله يحفظ إذا عدكم اللي طلع هاي ترى ما جاي نقلون ربع ربع من اللي صار البارحة بالفجر صار لا الله يقبله ولا السماء تقبله ولا علي قبله ولا الثاني قبله ليش؟ شنو اللي مسويه؟ شنو اللي سواه؟ المتظاهرين شنو اللي سواه؟ بس أنا أعتب عن المتظاهرين صار لكم اليوم أربعة أشهر ما قدرتوا أنتوا وحدكم تسوي لكم دولة؟ أسوي دولة وأختار رئيس وأختار وزير وأختار رئيس وزراء وأسويها وأطمن على الخشوب هم أقلهم دولة تقبلوها لا تقبلوها طلع بالدولة ليش يخلوها ليش هاي الدماء ليش ما توصل الولد إلا روحها طالعة لا توصل الولد إلا بدموعها إلا بحركة قلبها ليش خالة ليش شنو دلبنا البارحة نجف ترى خاف اللي جاره اللي لحق عليه صوراب اللي الموبايلات ترى ربع من اللي صار فيهم البارحة حرق نيران وحرق خيام وكتل وكل واحد خريج كلية وواصل طبية هو يترشون وصل طبية هذا وعيونتنا كبرت حاكم الزامل حاكم أم علي حاكم الزامل القيادي بالتيار الصدري يقول اللي صار البارحة بالنجف وغيرها هاي مشاهد تمثيلية ذولا ناس دا يمثلون هذا مو حقيقة شنو ردك على هذا الكلام؟ يقول حتى شهداء ماكو نعم حتى شهداء ماكو حتى يروح يشوف أبو الشهيد البارحة اللي جابت الشهادة وتفتر بيها بالنجف أنا البارحة سيرة بالنجف وشفت العالم شايل الشهادة تكون شنو فيها رابع طبية يروح هذا الله يقبلها لا تبكي ليه من سواها تبكي ليه
سووها من الباب جماعتهم جماعة الحكيم اللي واعدونا كانوا كل طابوقة ترقد من الطابوقة اللي حرقوها نعم مال الحكيم ناخذ 10 شهداء فيها وفعلا نعم وفعلا أم علي سيدة أم علي أنا أشكرك كنتي معنا من واسط معنا سيدة غفران من الناصرية تفضلي غفران مرحبا أستاذ أهلا وسهلا تفضلي سيدة غفران نشكر قناتكم يعني توفر كل ما هو يعني صريح وموجود نعم أنا في الحقيقة يعني بارك الله بك تفضلي نستنكر العمل الجوان القام بمقتدى الصدر وأعوانه نعم يقول لي حسبي الله ونعم الوكيل بي وهذا دم الشهداء كله برغبته أول مرة دخل من صفحة الإصلاح شكل لك هوي المتظاهرين عبالي يخدع الشعب خدع الإسلام واحد يمشون وراء القبعات الزرق لحد الآن نعم. وبس أقول عتبي على القبعات الزرق يعني دولة يعني ما عندكم غيرة ما عندكم شرف ما تقول هذا أخوك ابن عمه قرايبه يعني ما تقول هذا جاي كله أني زين يدوم لك يعني مقتدى الصدر يدوم لك يوم القيامة يطلع لك يعني هو هذا يعني واحد يعمل لدنياك كأنك تعمل آخر يعني الإنسان لا. لازم يسوي عمل وخير هو هذا اللي ينذكر يعني سويته هسه يعني ما أعرف يعني قد ما أحكي يعني ما أعرف شنو نعم سيدة غفران نقول له حسبي الله ونعم الوكيل به هو وميليشياته وإن شاء الله يومه قريب إن شاء الله تعالى إن شاء الله مثل ما قاسم سليماني مات بصاروخ إن شاء الله تعالى كل الناس الأمهات تدعي ليل ونهار وإن شاء الله تعالى يأخذ حقنا من شكرا إن شاء الله. جزيلا سيدة غفران كنت معنا من الناصرية مشاهدينا الكرام فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل التي وردت على الواتساب ونحاول سريعا أن نقوم بقراءتها ونعتذر طبعا لأصحاب الرسائل الطويلة لضيق الوقت لدينا رسالة يقول أحد المشاركين أو إحدى المشاركات السيدة أم عبد الله من البصرة تقول السلام عليكم والرحمة أستاذ محمد إيران خلت بدل سليماني رجلها بالعراق مقتدى شوه سمعة بيت الصدر الكرام شكرا يا أم عبد الله لدينا رسالة من أحد المشاركين يقول السلام عليكم عفوا إحدى المشاركات رشا من النجف تقول السلام عليكم أخي العزيز تحياتنا لقناتكم الشريفة مقتدى يجب أن يحاسب عشائريا أتمنى يوصل كلامي لشيوخ النجف رسالة من أحد المشاركين يقول أخي ما حدث في النجف الأشرف هو سلسلة لقمع المتظاهرين السلميين ميليشيات قبعات الزرق أو غيرهم هم ذيول لإيران صوت المتظاهرين أقوى من سلاح الميليشيات شكرا لك رسالة تقول أخي تراهيا بين شغلة اللي جاي يصير كله بسبب مقتدى لأنه لو ما حزب قوي وراهم كان أكو أمن دافع عن المتظاهرين طيب يقول أحد المشاركين أخي مع احترام المقتدى شنو شهادته وشنو مستواه مخترع الآيفون لو مصنع كبسولة فضائية هذول اللي ينقادون وراء ما يخجلون مكافي احنا بسنة 2020 ويقول هو الزامل يشقد ايده ملطخة بدماء الابرياء وجماعته ربع مقتدى سفكة ودماء يهتزلها عرش الرحمن نسينا الجثث بالشوارع والمزابل يقول ابو حاتم من الموصل طبعا رسالة نختصرها بشكل سريع العملية السياسية في العراق وكافة الدوائر والمؤسسات الامنية في العراق ادارة ايرانية ضد الشعب العراقي شكرا لك واحد يقول أحد المشاركين يقول أتحدى مقتدى يطلع بلقاء يقول أنا بريء من القبعات الزرق وأتحدى مقتدى يقول كلا كلا إيران إذا ما نهوا وجوده بعد ما أحكي طيب رسالة تقول السلام عليكم مقتدى الصدر يحاول إنهاء التظاهرات من خلال مجاميع خارجة عن القانون بسبب حصوله رئاسة الوزراء وتغريدته يطالب من أصحاب القبعات يدخلون مع القوات المسلحة من أجل فرض النظام بأي صفة يطلب من عصابات أن تدخل في عمل الدولة هذا
إثبات أني مسيطر من خلال ميليشياتي. رسالة تقول من السيد نصار ياسر من البصرة: هاي مو حكومة، هاي مهزلة وميليشيات وعصابة وكلهم إيرانيين وقتلة ومجرمين. بالنسبة للمقتدى هذا رجل تابع لإيران وليس سيد. رسالة تقول: يجب وقوف كافة أفراد الشعب وخصوصا شيوخ العشائر أمام طغيان الأحزاب وميليشيات المسعورة. إيران تقتل العراقيين بيد العراقيين. أم ميثاق من كربلاء تقول: السلام عليكم، العراق مبتلى في هذه الحكومة الفاسدة من الثمانينات والحد الآن. العراق لا يستقر إلا من التخلص من هذه الحكومة الفاسدة. يراد للعراق قائد قوي يقضي على الأحزاب والكتل السياسية. تخلصنا من ذاك النظام، تخلصنا من ذلك النظام السابق، اجى نظام اظلم منا باضعاف. السلام عليكم، ممكن سؤال؟ طيب شنو السؤال؟ مقتدى عميل لايران وجماعه القتله السفاحين بالعراق. احدى الرسائل تقول: السلام عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل على الظالمين. رساله تقول عمار من البصرة، رسالة طويلة: السلام عليكم أخي، إذا مقتدى ما قمع التظاهرات راح يروح العرش منه، ما كان يحلم به. رسالة تقول: السلام عليكم، أنا أحمد من بغداد، تراها مبينة والله كل اللي صار من مقتدى هو وجماعته، جماعة القبعات الزرق. زي ما يقول ذولا مو عراقيين يقتلهم، ما يقول وياهم أخوتي بن عمي، ربنا يخلصنا من مقتدى بحق فاطمة. أتمنى أشوف رسالتي. طيب وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.